بفستان باللون الوردي من تصميم هاني البحيري، احتفلت شيماء سيف بعقد قرانة على المنتج محمد كارتر بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة، وكانت حريصة أن تشارك متابعينا 1,400,000 على إنستغرام بأجواء الحفل، فنشرت أكثر من صورة. وأصدقاء النجوم أكيد كانوا معها بهيك يوم وشاركوها فرحتها، فشفنا أشرف زكي مع زوجته روجينا، وكمان دنيا سمير غانم مع رامي رضوان، ماجد المصري وهشام جمال ويحيى الفخراني يلي حضوره ما كان عادي، فكان أحد الشهود على عقد القران. وفرحة أصدقاء فيون انتقلت على السوشيال ميديا، فنشر حمد المرغني صورة شيماء وكارتر وهنيهن بطريقة كوميدية وقال: السنة دي فرحة المصريين حقيقة مش زيف، بدليل أنه محمد صلاح أثبت العالم كله أنه حريف. وكارتر كتب كتابه على شيماء سيف: كان نفسي والله أبقى موجود غصبا عني، كان عندي تصوير وما قدرتش أحضر زي ما وعدتكم. وكارمن سليمان كمان كتبت: مليون مبروك يا شيمو، ربنا يحميكم ويخليكم لبعض ويديكم على قد طيبتكم.